أنا الشاب أحمد الحسين من مدينة الرستان، المنشق عن صفوف النظام من محافظة مدينة إدلب، وعانيت فيها الوصول إلى هذه المدينة. ببداية الثورة كنت عم أدرس هندسة ميكانيك، وأجبرتنا إنه نترك المعاهد والكليات والجامعات. من مدينة الرستان، مواليد 1989. بدأت فيها أنا كثورة سلمية في مظاهرات بين الدراسة وبين القتال. قمت بس اللي صار فينا إني كنت حابب أكمل دراستي. أنا كنت أدرس إنجليزي بمعهد خاص بالشام. بداية الثورة تم سحبي على الجيش، عادت بالجيش هنيك، وصارت تطلع مظاهرات بالشام. كنت بنزل على الوطن الشرقية إجازات، بشوف الظلم اللي عم يصير من قبل حواجز النظام، وإن المظاهرات كلها سلمية ما كان فيها سلاح ولا كان فيها شيء. كنت بنقل هالصورة هاي لرفاتي اللي موجودين بالجيش، ما كانوا يصدقوا هالشيء إنه مظاهرات سلمية وعلى أساس إنه إرهابيين. ما اقتنعوا بهالشي لحتى طالعون مداهمات على منطقة الحجر الأسود على أساس إنه في مسلحين بده يروح يدامون. لما راحوا لهنيك ما لقوا لا مسلحين ولا لقوا ما لقوا غير المدنية، وشافوا الضباط كيف عم تسرق البيوت وتنهبها وتخربها، وقت عرفوا إنه الجيش هو اللي عم يخرب وعم يدمر، ساعتها قرروا إنه ينشقوا عن الجيش. كنت وأنا وقتها بعرف قائد عسكري، تواصلت معه بالغوطة الشرقية، تواصلت معه وأمن انشقاقه ووصلوا الكل على بلد الحمد لله. وقتها انشقيت أنا، جيت لهون على الغوطة الشرقية عن طريق سري، انضميت لأحد الفصائل العسكرية الصغيرة الموجودة، لأنه ما كان في إنه تشكيلات عسكرية كبيرة هون، كان مجموعات صغيرة، انضميت لأحد الفصائل وصرت أشتغل معهم. كنا نطلع على الحواجز نضرب حواجز، كنا 10-15 شخص، ما كان معنا هذا السلاح اللي فيه، عبارة عن مسدسات أو كلاشينكوف أو بارودة روسية. كنا بنحرر حواجز وناخذ تقنات عسكرية منيحة، عادت فترة منيحة معهم. بعدين تركت الفصيل العسكري وصرت أشتغل مجال الإعلام لحتى أنقل الصورة الحقيقية اللي يعيشها المدنيين من حصار وظلم وقصف ودمار اللي تعرضوا له من قبل نظام الأسد. تركت الفصيل العسكري وصرت أشتغل بمجال الإعلام لنقل الصورة الحقيقية اللي تعرض لها الوطن الشرقية من قصف ودمار وحصار والتجويع الأهالي من قبل النظام، حتى أنقل الصورة الحقيقية. كل شيء عم يصير هنا بالغوطة ما عم ننقل جزء بسيط من الشيء اللي عم يصير اللي هو حقيقي هون، لأنه شيء أكبر من، يعني ما بنحسن نوصفه بأي شكل من الأشكال. قد ما صورنا وساوينا تقارير وهي ما بنحسن نعطي الصورة الحقيقية عن الوضع اللي هون اللي يعيشوا الأهالي بالغوطة الشرقية. بالأخير بتمنى أنه بعد كل هالتضحيات وهالدمار اللي حصل بسوريا ينال الشعب الشيء اللي طلع مشانه، وهو انه ينال حريته وكرامته. انا الشاب احمد الحسين من مدينة الرستان، المنشق عن صفوف النظام من محافظة مدينة إدلب، وعانيت فيها الوصول الى هذه المدينة. ببداية الثورة كنت عم ادرس هندسة ميكانيك، وأجبرتنا إنه نترك المعاهد والكليات والجامعات. من مدينة الرستان، مواليد 1989. بدأت فيها أنا كثورة سلمية في مظاهرات بين الدراسة وبين القتال. قمت بس اللي صار فينا إني كنت حابب أكمل دراستي.